واحد من أهم الإفطارات المعروفة بالمنطقة. الأكل الطيب، العجقة، العالم، الأجواء الكتير حلوة، أنا بحبهم. لحمة مقلية، ساعات عبينكس ولا ظلمة بعد ما أكل. ها هي المطرة من الصبح. هاي الفكرة عظيمة عظيمة عظيمة. مش معقولين مش معقولين مش معقولين. حلقة جديدة بنلاقيكم فيها على السومرية كل يوم الساعة 11:30 بالليل، تنرجع نفرجيكم رمضان ببغداد 2023. مساء الخير مساء الخير، رمضان كريم. حلقة جديدة بنلاقيكم فيها على السومرية كل يوم الساعة 11:30 بالليل، تنرجع نفرجيكم رمضان ببغداد 2023. أجواء كتير 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 حلوة. رح نبلش اليوم بإفطار واحد من أهم الإفطارات المعروفة بالمنطقة يلي هو بابلون روتانا. افطار الشفية، الاكل الطيب، العجقة، العالم، الاجواء الكتير حلوة، ومن هون منكفي سهرة كتير طويلة لا طلوع الضوء. صمون وزعتر رمضان 2023 ببغداد ببلش هلا. عم بياخد نوت شو الاشياء اللي بدي ذوقها بهالنهار. بدي اكل دولمه وكوزي وكباب تيكون كل شيء واضح وما انسى شيء. كريم الصور كتير حلوين، الصحون كتير حلوين، هيت نتفق. انت بتصور فيديو، انا بصور فوتو، نفرجيهم صور حلوين غير شكل بيشاهوا. رجعنا التقينا تتخبرنا عن الشيء العظيم اللي عم بيصير. من وقت ما التقينا دائما في شيء جديد، البيوفيه كان بعقد، الاكل روعه، التقينا بالمطبخ طبخنا، وهلا شو عاملين برمضان؟ مرحبا فيكم عن جديد انطوني بروتانا بابلون بغداد. اكيد نحن برمضان ينعاد على الجميع، التاتش لازم تكون موجوده، ونحن برمضان بنعرف الكرم اذا كان الشيف اللبناني قد ايه بيكون كريم. فكيف اذا انت ببابلون روتانا؟ اذا بدك نحكي نحن على السريع، عنا تقريبا كل يوم 2 kind of soup، نوعين شوربة. عنا بين 23 ل 27 أنواع صلاية مميز اللي هولي كل يوم بيتغيروا، مش كل يوم يعني الزبون اللي بيجي لعنا دايما موجودين. عنا بين الحلويات الشرقية العربية اللي نحنا مختصين فيها كمان بروتانا فوق 16 نوع وعشر أنواع انترناشنال. وأكيد ما بدنا ننسى المين كورس. المين كورس عنا 9 انواع موجودين، وعندنا السيجنتشر العراقيه الاثنين اللي هن الدولمه والاوزي مع اللحم العراقي الفرش، واكيد مكوناتنا اللي كلها فرش. هيدي بالنسبه للافطار عندنا.
انا بدي بس اقول قبل ما نكفي انه هو قطع الطريق. انه عندنا 9 طبخات. شو 9 طبخات؟ ما هو بتعملوا طبخه بالنهار، عنده 9 بتشوفون ورانا، 9 جوط كبار فيهم يلي بدكم اياه. يعني كل شيء نحن صورناه ببغداد من وقت ما بلشنا اليوم كله سوا جمعهم، حطهم كلهم هون، وكميات كميات. الدسير يلي كان هون زخطور عطيه حقه 100% 100% 15 متر اكيد، لانه بنعرف نحن اسم الله يعني الكاباسيتي تعيط العالم بتزيد اكثر برمضان، والعالم بصير تاكل اكثر وبدها انواع اكثر. فقد ما فينا جربنا، بتعرف الاوتيل عندنا بيجي انترناشونال ناشوناليتي، فبدنا نغطي كل الاذواق. واكيد ما بدنا ننسى العصاير، عندنا سكشن عصاير، منها العصاير التقليديه الرمضانيه مزبوط، وعصاير العراقيه التقليديه مع اللبن العيراني اللي بنعمله نحن عندنا فريش، واكيد الشاي العراقي. هيدا كم شخص بتستقبل بالنهار؟ نحن هون الكاباسيتي عندنا، نحن التارجت تاعتنا ان شاء الله نوصل اول جمعه برمضان بتكون كثير خفيفه. نحن هلا عم نعمل بال 250 ل 300، بس التارجت تاعتنا مع الكاباسيتي لازم نعمل 600 شخص بالنهار. وبيعملون وبيعملوا بيو مثل ما بيقولوا كمان. انا عم صور، طلعت لي النوت هون، لكن قال شو بدي اكل؟ ثلاث اشياء، 9 اشياء عندهم هون. دول ماتشيك، ورق عنب هيدا ما كنا كاتبينه. للدسير بده 3 صفحات، ورز هون عظيم. اذا بلشنا واكلنا شوي من كل شيء بقفي افطار بكره. طب شو عم تعمل؟ ليك شفت شيء؟ ايه اذا بدي اخذ سيلفي معك بعمل هيك القلم 100%، ونعمل هيك نكبس بالقلم. اها كثير قوي، نغير هيك ما تضرب عينك. هيدا طلع عندهم تنور بالمطبخ، تتخيلوا 2 تنور هون بنشوفهم نحن على الطرقات، الستريت فود الخبز العراقي التقليدي هون بالمطبخ. والمعلم ابو علي بطاله القصه كلها. اشكرك يا حبيبي، لقطني بدايه تالف مع المطبخ تفرجيك طعمك يا طازه. شغنا كثير، عامل شغل حلو، عامل شغل حلو. اطرافه منفوخه منيح، خميرتها مظبوطه، مكتر لها سمسم، وهاللمعه الحلوه بالاخر اللي هي الرشه اللي حطيتها انت اخر شيء. رشه وحليب بيكنج باودر. اوه بيها طعم كثير. والهاك رائعه. التليان ما عملوا بيتزا هالقد طيبه. الله يقويك. الخبز العراقي الله يقويك. عظيم، طعمته عظيمة، عم تتخيلوه مع جبنة، مع لبنة، مع جامر. شو عم تاكلها فيها؟ بالعب يا حبيبي، إلك كل إلك. السؤال بيسأل حاله شو وين بدنا نبلش؟ كل شيف التقيت فيه قال لي بدك تدق لي اكلاتي.
فشو بدنا نلحق ندوق تندوق وين بدنا نبلش؟ السلات بتشهر، كولد ستارترز بيشهر، انا عم فكر روح دغري على السخن عبالي رز عبالي دولما عبالي هول القصص الكوزي الحقني. كوزي لحم عم فكر مدردرة محمرة وأكيد بدها حمص لبناني أصيل حبة كبيرة وحرزانة. أجواء رمضان هون كتير مشهورة وناس تمطر من سنة لسنة، مش بس الإفطار بس كمان السحور من بعضها وعالم فوق بعضها. البيفيه ولا مرة بيفضل، بيضل يتعبى، خلص جات راح جابوا غيره، خلصت الظلمة خمس دقايق خلصت رجعوا هلا عبوا محلها. وكل الأكلات فيهم نفس. خبرتكن كم شيف عم بيشتغل هون بالمطبخ؟ تقريبا يعني بين كل الشباب اللي جوا وصلوا ل80. هالقد في عجقة، هالقد في حركة، هالقد في عطاء عم بينعطى. إذا كل واحد من ضيعته أو من مدينته أو من بلد اللي هو جاي منه حط شوي، تخيلوا شو فيه. محمرة محمرة يعني البرغل الروعة، يعني الحر العظيم، يعني الفليفل الغير شكل السويت عظيم. اوف شو طيبة، اوف شو طيبة. حمص حمص كريمي كريمي، طري خفيف مثل مايونيز مثل اللبنة، بيعملوا طريقة صح كيف بحطوا له توم. الرزات كوزي لحم فلفل منيح، بهاراته رائعة، منه ناشف، كله نفس، كله حياة، كله إحساس، شغل صح. مش لأنه في 300 شخص بنطبخ كيف ما كان، مش لأنه في 300 شخص بيكون النوعية بترجع لورا، شغل مظبوط. حمودة تعملكم كفين، تقرص تقرص لسان كلها سوا، الورقة رقيقة من نسميكة، لا شغل صح، شغل 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 صح. إذا اليوم حلقتنا بلشنا هون، يعني ما بقى رح نقبل بشو مكان، بدنا نروح نفتش على أكل طيب، على ناس طيبة، على أجواء حلوة. يلا ساعة حضروها معي. اكتشفت انه فيني اقعد ارسم من برا، طالما موحم على برجر قلت ناطرين برجر برسم برجر. وصلنا على الجرافيتي، نحن ظهرنا من الاوتيل هلا، بعد الناس بالافطار، بعد الناس بالبيوت، بعد الطريق شوي فاضي. هلا بتشوفوا هلا الساعة رح ترجع تسكر الدنيا، الشتا ما عم بتساعد، هيدي يمكن اول مره بتشتي هالقد على رمضان، بس المي بركه والشتا بركه. وقف على الجرافيتي برجر، حدوا في قهوة، رح نوقف هون بهالأجواء الحلوة فاضية قبل العجقة، ناكل برجر عبين شاورما، ناكل كم شغلة يمين شمال، منكون بلشنا نحضر حالنا ونقرب على السحور محل ما الناس رح تظهر كرمال الأرجيلة السحور والأشياء الحلوة كتير. بالحلقة اللي قبلها شفتهم للساعة 4 ما كانت الناس عم بتنام، مش معقول، طلع الضو والعالم كانت بعدها سهرانة. رمضان بيقلب بيقلب الساعة، الشغل بضل مكفى بس الناس بتسهر 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 للصبح. الجمعة، الأجواء، الأكل، فعلاً يعني مش مجرب رمضان بغداد، مش مجرب شي بحياته. رمضان بالعالم مال وبغداد مال تاني. هلا مهم شو نحط لها بعد؟
جبنة حطينا له وبندورة حطينا له بعد في تمي طيك له وعطرج الرسمة لحدا بهدلة. جرافيتي فتح بالعراق بالسعودية وبالإمارات يعني انترناشنال نيم. طلبت برجر بس بيجي بعلبة خشب شكله حلو بيستاهل صورة وبعدين مندوق وبخبركن شو الوضع. لحمة طيبة الخبزة طرية and very fresh. الصوص عظيمة من تحت ومن فوق. شقفة اللحمة هي اللحمة المضبوطة شقفة اللحمة ما فيها بهارات كتير وما فيها هالطعم العربي إذا فينا نقول أو الطريقة اللي احنا وصلنا لها فيها. جبنة مشروم very nice sauce. هيدي فرانشايز شغلة صح. Good burger. بردت رحت لبست الجاكيت. اها حلو الفكرة بكيس. وصلنا عند شغف. شغف حد جرافيتي. شغف هو كافيه. قلت لهم شو لازم اخذ. قالوا لي بيستاشيو فرابي. بيستاشيو كتير سكر. ميلك شيك ستايل كتير سكر. يلي بيحب السكر والدرينكس هيك بيعطوا طاقة. حلو الفكرة خاصة إذا واحد عم بيسوق. بتعرف بحلقة سابقة وقفنا هون وبتذكر جاي كنت اكل لحم بعجين وشفنا رز ولحم واشياء كتير مهمة وكبدة ويلي هني. هالمرة برمضان زادوا صار في عنا لحم بالاول لبن وراي الشباب عم تحضر حالها صينية كبدة صينية لحمة صينية دجاج. شكلهم بشهي لونهم بشهي ضروري نوقف ناخد الخبزة ومنعبي على زوانا. انت بتعرف شغلي رح ترجع انت هلا تعمل اديتنج تتعذب. انا اكتشفت انه فيها بوز وخلصت الفيديو تبع ستوريز بلحظه بدل ما نتجمعوا على بعضهم. اشتغل كنا فراي دجاج كنا فراي دجاج فرن كوزي لحم عجل كنا فراي لحم عجل كنا فراي غنم كفته كرات لحم نا فطر.
شكرا شكرا شكرا. طلعوا كم خبزة عطيني؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة خبزاتهم رايا سخنين وبعدين طلبت شوي من كل شيء. كان اعتبرهم كان حط لها شوية لحم شوية لحم مفرومة كلهم سوا بدهم حبة بندورة أنا بحبهم لحمة مقلية ساعات عم بسقسق الزيت تحتها متبلة مع شوية بصل شوية بندورة عم بحس طعمة البصل خبزة طرية حدا دجاج أكل كيف بدنا نقول طيب بهاراته طيبين بشبع ما فيه رز بلا الخبزة كيتو دايت 100% طبيعي. من بعد الأخطار والرز والدولمة والورق عنب وكل الباقي يعني هيك سند صغيرة من هلا لآخر الليل عم ببرم وعبالي عم فكر شو عبالي كثير بتوحم هلا عبالي قص هلا عبالي كباب ولا دولمة بعد ما أكلت وبتوحم 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 قديش في اشياء طيبة بتعبي الراس تعمل لك كريم لقمة عزوي شوية بندور شوي لحمة مفرومة لحمة عادي وهيدي الكبدة هلا يعني بلا الجيش ما بيلبقوا مع بعض الجيش بلقمة دي بفلك اياها مزبوط وانبسط طلع اللحمة عجينة دقيقة كسر على الطرف لحمتهم طيبة كتير برافو لحمتهم كتير طيبة لحمة مفرومة خشن واو كلها 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 طعمة فهيدي شو بدها هيدي بدها هيك هو أهم شيء هاي هاي بتحسوا بالفراز بالفراولة مش بتطعم تسكر لا شغل نظيف فواكه يا شقف وبتحسوا بطعمة الفواكه برافو يا شباب واحدة إلي وواحدة إلي
بقول لك وين صرنا؟ وين صرنا؟ محل صرت جاي عليه 4-5 مرات لأنه عنده شاورما كتير طيب أو كاس كتير طيب. هو شوي عراقي بس الأفكار تبعه جاية من منطقة لبنان وسوريا يعني اللوفان. لحمته طيبة، حجمه كبير، كل الوقت عم بيبرم ولا مرة بلحق ينشف، شغله نظيف، شبيبة بتعقل. اكتشفته أول مرة جيت على العراق ومن وقتها. حلقة ايه حلقة لا انه اكله طيب شو بعمل يعني. كتير طيب فاستحليت موحم على ساندويشة قص لحم غير شكل غير شكل. يلا جاهزين؟ يحشي لي اياها منيح. خبزته اساسا كبير كتير، نحط لها بس كبيس وبندوره وكتير لي. هلا لقمه بتحكي عن حالها. لحم كتير، لحم لحم نوعيه عظيمه، بندوره، حبتين بطاطا. او هيدا لي كارتا بطاطا. يلا لحم سوبر طري لي، خبزه طري. يا شو طيب، ملوحتها عظيمه، بندوريتها عظيمين، وقرشه كبيسه على جنب ما بتغلط. وليكو هيدا، ليكو هاي نص متر كمان اللحمة الكبسية اللي البندورة. من الأهم من الأهم من الأهم، بحب خبزته، بحب لحمته، بحب اللي عنده، بندورة، طحينة، توب توب توب، ما بده شيء. عم تاكله ساندويش لحم وبتحسه بنوعية اللحم. رائع. عبالي خلصوا كله عبالي خلصوا. عن جد تشيل هيك نزركم كلهم محل واحد. واحدة بالجيمر واحدة بالجبنة، شكلهم بشهي ماكسيموم. أرمى كتير كبيرة ما بتضيع، وعنده نوعين، واحدة بالجيمر واحدة بالجبنة. خشنة من فوق يحضرها دغري، بيقصها بحط لها شيرة. سوبر فريش،
طرية كتير، من فوق حلاوتها مثل ما لازم، ما عم تعلق، طازة، والجيمر طعمته مظبوطة منه حامض. تربح كيف بجد عن جديد، كمان من فوق قاسية مظبوط، شربينا قطر بس منا مشبعة، في فرق كتير. الجبنة دايبة بلا ما تمغط. والله بعتقد واحدة من أطيب الكنافة اللي أكلتهم ببغداد لهلا، بكل صدق. خفيفة، نظيفة، لذيذة، طرية، منا دلعة، منا قاسية، منا كتير حلوة. بيطلع بيكم تاكلوا شقفتين عفرد وقف. والشباب كتير مهذبة، إدامية، مضيافة، وما قبلوا إلا ما يضيفون أيام. مش معقول ما أجي لهون. أهم زنود الست بالبلد. مش معقول، هيدي تالت زيارة. بلشنا برمضان أول مرة، تاني مرة، ويا حنا عم يوصل وحدة ورا التانية. The best. زنود الست من بعضهم ما حدا عمل. تعالوا نشوف قديش بدها شغل. القلي، الصوت، الحماوة، الفرن. جوا. The best, the best, the best. بيعملوا زنود الست غير الطريقة اللبنانية أو الطريقة التركية. جواتها بنحط لها كاسترد ملفوفة بالعجين الرقيق كتير، وبعدين بتنزل بقلب السمن العراقي من بعدها تنقع بالقطر بالشيرة السكر غير شكل. هيدي إذا بدكم زنود الست الوحيدة اللي أكلهم هون ببغداد، يلي ما بيعلكوا ما بيلزقوا، مظبوطين مشغولين صح، في عجين أقل من الكاسترد. ساعات تنبسطوا فيهم خاصة ساعات بكونوا سخنين. روعة. من برا بتقرش شوي مثل البسكوي، من جوا سوبر طرية، بتحسها بحلاوتها بس مش كتير. بدك لوحدة واثنين وثلاثة وبطل فينا نوقف. مش معقولين. فنوضع هاي كمان. ما بيلحق شغل من جوا ولا برا، الناس هيك حابة كتير. عم فكر ناكل جيش، عبالك جيش أكلنا حل مالح، حلينا ناكل حلو عن جديد، ناكل مالح عن جديد. حتى نشوف أبو العبد إيش عنده.
كان اسمه أبو العبد وكاتب الفكرة اللبنانية من ورا. بحبشت اجي اعرف شو الموضوع. موضوع انه هو الدجاج فكرة لبنانية، أبو العبد هو كونسبت لبناني أو الاسم اللبناني كلنا بنعرفه مشهور. ترى زي ما سمعت نكت أبو العبد أبو ستيف يلا هن، بس هو الفرنشايز كويتي، فكرة هينة، دجاجة مرتبة كبيرة حرزانة فروج كامل ومحطوط على النار وجريلد بالفحم بلا الهواء تبع الكباب، يعني الفحم على الطريقة اللبنانية، بيجي معه بطاطا، بيجي معه صوصات، وأهم شيء ما فيه توم، أهم شيء ما فيه توم، بيجي معه كفوف وبتبلشوا. شقفة الدجاجة مفتوحة مشوية. واو، كتير جوسي من جوا ومنها ناشفة حتى لو هالقد رقيقة، مشوية كتير حلو، ريحة الفحم فيها رائعة. عظامة مخفيين مخبيين ما بعرف وين هن. بس عاد تاكلوا دجاج، بتاكلوا دجاج، شقفت سفينة الدجاج مشوية من برا مع الحريق وطعمة الشوي كتير طيبة، من جوا سوبر جوسي وعم تلمع واضحة، وبيدهنوا عليها نوع من الصوص يلي كمان ما فيه توم. بدك توم في توم على جنب، بس هي لازم تحس بطعمة الدجاج المضبوطة. والله والله بتعرف اللي صار لي ما اكلت الدجاج؟ بتعرف اللي صار لي ما قدرت استلذ بالدجاج بلا ما يكون في توم مخبى من هون ومن هون؟ كونسبت رائع، الفكرة عظيمة، سوبر جيدة، دجاجة طيبة. خبز عربي، خبز لبناني طازة، فيكن تعملوها ساندويش على طريقتكن، وما قبلوا الشباب، ما قبلوا الشباب إلا ما يدوقونا الساندويش، ما قبلوا. لأنه بالآخر هو مظبوط محل دجاج، عنده ساندويشات دجاج، عنده سفينة دجاج، مع هيدي الصلصة المشهورة تبعهم. هيدا ساندويش يا جماعة، هيدا ساندويش، خبزتين وما حسيت فيهم، فتحينهم عن بعضهم وما نوم ملبدين. شقفة الدجاج سوبر طري جوسي، فيها مي من جوا ما انا ناشفة ابدا، والصلصة طبعا فيها هيك قرصة حر بالاخر. هيدا شغل صح، منبهر ومتفاجئ. نحن وين؟ نحن بكونسبت اربع محلات حد بعضهم، في محل عصير، محل برجر، محل الدجاج، ومحل كنافة. اربعتهم لذات الشخص، فتحهم حد بعضهم، في ست بواب سبع بواب. ما بعرف ايه تلعب الدجاج، بس انا اكيد اذا هيدا هالقد طيب يمكن البرجر كمان والعصير كمان والكنافة كمان. عبالي عبالي خلصهم كلهم، عبالي انبسط فيهم كلهم قد ما طيبين. الدجاج عظيم 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 فعلا فعلا، والساندويش توب. لو ما عندي بعد سهرة طويلة وسحور واكل كتير، انا بقلكن بجي بنبسط باكل، واكيد بنعملها بكرة بحلقة تانية بعد رمضان. يستاهل 5 على 5، ومش بس هيك، رح نحط له على الاكل 5، على السيرفس 5، على الادموسفير 5، ورح زيد كل الصور اللي اخذتهم هنيك للناس تعرف فيه وتروح تزوره. بوست بيطلع علامات اكثر.
رح ناخذ كنافه كمان. وصلنا عند كنفاني، هيك ما عملت تشبيه وبنشوف اكثر من محل ببغداد بحبوا كثير هذا اللون. هيدا اللون البرتقالي اللي هو صبغه بالاخر منه موجود محل تاني، بس الكل بيعمل. في عنده كنافه على جبنه، كنافه على قشطه. قري شوي، جبنتها منيحه، سكر مع مزاهر او موارد، منعطي قبل. وتاني وحده يلي هي بالقشطه بلا تلويني، ما بنعرف ليش. عسملية اللي فوق كمان بتقرقش، تبهتوا اخذ قطر بس مش شربنتها على الاخر، مش تاشي. كمان مش عاطلة ابدا. Good stuff. قشطة منيحة، عسملية من فوق. منا الكنافة اللي انا معود عليها في نقلكن، بس ما بيمنع انه كنافتهم طيب. شغلة مهمة، عندهم الكنافة هي أول مرة بشوف، ما أنا شايفها من قبل. كنافة بالجوز؟ كنافة الجوز شوية مثل معمول مد، بتجي أقسى أكيد، حبتها حبة بتنقص، من تحت شربانة قطر، من فوق أقسى شوي، بتنمسك بالإيد، ما فيها شي بدوب. كثير مهمة، كثير مهمة. مقرمش شوي مثل بيسكوي، من فوق القطر فيها سكر كثير اكيد، والجوز اللي جوا ومع السكر الموجود فيه ذكرني بالقطايف اللي نحن بنعملهم. ساعات بحطوا بقلب القطايف جوز، شقف من الجوز كبار، سكر شوي حواليهم. هاي الفكرة عظيمة عظيمة عظيمة، لأنه يعني فيها قرش من هون قرش من هون، ما فيها شيء دلع، ما فيها شيء طري، ما فيها شيء مغط، ما فيها شيء معقول يحمض، ما فيها شيء معقول يسقع، مثل المعمول مد يلي معروف بلبنان اسمه معمول مد جوز. هاي فكرة عظيمة، أول مرة بدوق بغداد.
انا ببيروت بحس حالي بالبيت، ما هو اسمه بيروت بالبيت عادي، بفوت دغري على المطبخ برجع بعرفكم على الشيف اللي تعرفنا عليه بحلقات سابقه، واستحليت منقوشة زعتر. ما هي المنقوشة الزعتر اللي عملت ثلاث سحور بالاخر. شو؟ شو زعتر؟ الزعتر ما خضرة، ما خضرة، وحنا جبنة غير شكل تمغط. اوكي وما بعرف من جميعا عملنا شي ساندويش بيكاسو غير شكل. ايه منيحة الفرن. ايه ما كنت عارف عنكم انه هول ما في عنا من لكن ساندويشات عجين منقيش كرواسان جبنة زعتر حلويات كنافة كله مش تاركين شي لحدا. ايه بصير ايه عم نعمل ليوناردو دي بيكاسو ولا ليوناردو دي فينشي؟ بيكاسو. اوكي يلا خبرتكم جايب معلقتي معي دايما هون طلع. شغلة كبيرة هيدا الشيء. هيدا شخص واحد؟ هيدي إذا اثنين مجوزين بيكفوا. تبهتوا قديه مهمة وعجينة قديش حرزانة قديش مبينة معباية. اوف كيف اللمن فيها؟ هلا عم تحكينا بهذا الشيء؟ هالقد جبنة فيها، تركي فيها، خضرة كتير فيها، مايونيز عظيم، الماستر دراوعة. هذا الساندويش انشهر بلبنان من زمان، كنا بعدنا عمرنا يمكن شهر 14 سنة، كنا بعدنا بالمدرسة. هو عجينة منقوشة كبيرة حرزانة بتفوت خبز وبتظهر على السريع، بتنفخ شو بس ما بتلحق، ما بتفتح عن بعضها. بعدين كل المكونات اللي جوا بصير عندكم ساندويش بس ساندويش خبزة منقوشة. المايونيز بتعطيها كل الطعم، المطارد بتعطيها هالقرصة الحلوة، الخضرة البندورة بتعطيها الماي جوسينس اللي بقلبها، الجبنة التركي شغلة يمكن شي جديد على البلد هون، بس أنا بنصحكم تجوا تجربوها. ما فيها كباب، ما فيها قص، ما فيها لحمة، ما فيها سمنة، ما فيها لية، فيها حب كتير. نكست منقوشة زعتر. كميل صاحب المحل ما قبل، بدي اجيب لك لبنه من البيت وجاي ما معه من لبنان، انا هون مش عم لاقي لبنه، فرحنا جبنا لبنه مكعسله بالاول شغله، وانا الموحم ورح نشتغل مظبوط. رح نطريها شوي لتقدر نحطها على منقوشة الزعتر وما تخزقها. رح نعمل منقوشة زعتر، نحضر لها خضرتها، اللبنه رح اخلطها مع شويه زيت زيتون، ورح ناكل منقوشة العمر، أحلى سحور بالدنيا. يلا عمر وشة الزعتر كله عم يعمل لي هون لارج مع قياسي. ها هي المطرة من الصبح. طعش بالليل منقوشة، 19 بالليل ما كتير عملها بحياتي، لأن منقوشة هي طبعا 7 الصبح عنا. صار كل منقوشة هالقد طيبة، عجينة سوبر طيبة، رقيقة طرية، زعترات عظيمين، خضرة وعجقناها حطيناها لخس. اجمالا ما بنحطها بالمنقوش، الزيتونات، سمسم زيادة، اللبنة
اللي جاي جايبينه معنا. مش معقول، مش معقول شو هالخلطة، شو هالميكس. كتير رائع، كتير كتير رائع. جميل، مرسي حبيبي. خليك شوي بقى نعمل لك نفس أرجيلي، شو رأيك؟ ما جربش الأرجيلي تبعنا بعد مرتجي، بدي اكل بعد كاهي وكامر وكذا وكذا، يعني منقوشه واكيد بتطلع طعم، بس مرتجي. ماشي حبيبي، شرفت، اهلا وسهلا، باي.